الضبيح. هاي من هون شايفني عم بشرب عليك يا كان. ايش رايك بي؟ زي ما بقول المثل، هاي الكذاب لورا الباب. لك شبكون صار وسكون وخطف يومكم. شو خايفانين؟ انا رح فوت قدامكم. بسم الله. يلا هيك. لك هذا نمس؟ نمس؟ لك مو لساتك بالحبس؟ ولا؟ شو جابك لهون؟ مشعل والله خاص؟ شو طالعك من هذا البير؟ شبال أبو حاكم طول بالك شوي، طول بالك علي. جايب معي شباب من فلسطين بدو يخبركم أخبارية مهمة كثير. من فلسطين؟ لهم طلعوا عليكم الأمان. كل شيء رح خليك تندم على اليوم اللي خلقت فيه. أنا ما بعرف شيء، ولا حدا من عضوات الحارة بياخد رأيي لا بكبيرة ولا بصغيرة. وين الطعمة رفعته؟ ما بعرف. سيدي لا تحسب حالك، أنا ما شفت شيء ولا بعرف شيء. ماشي ما بدك تعمل عمل جدنا. جاهز عناصر الخطة. أمرك. سكو تعال يا ابني، وانتو ثلاثة حولي. غبطوا. هيك يا كان، بدون يدخلوا علينا من بيت أبو ممدوح. شو عليه؟ يدخلوا منين ما بدون. شيخي من بعد أمرك، انت بتضل هون. طب بشير وأبو سليم معي على الموت. شرق. كل مال النبي تاخذونه معاكم. اللهم صل على روح النبي. تروحوا معنا بس رجال. الله معكم يا رجال بامان الله. عيدك سكر بابك. الله يحميكم. الله يقويكم. لا بامان الله. كتر خيرك يا ابني، والله كبرت بنظري كثير. ولو يا شيخ، يا شو عم تحكي؟ هذا واجبي. بعدين معقول اعمل فيكم غير هيك؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنت سعيت وعملت بأصلك يا أبني. قسماً بالله يا شيخ، واللي شرع هالرقبة لو بعرف أوش بالبارودة ما كنت سعيتني هون، كنت هونيك. الله يشبر بخاطرك يا شيخ. أبو قاسم، من بعد أمرك أنت وعبده بدي أكون تدير بالكم على الحمام. ما بدي الطير الطائر هو بناحيتها. ولا يهمك، وراي عبده. الله معكم يا رب. وأنتوا يا رجال مثل ما اتفقنا، جماعة بيضلوا هون وجماعة بيروحوا معي. بدنا نحاوط بيت أبو ممدوح نصائين من هذا الصاق وصابة الزعيم. وانتبهوا،
على الأغلب بدهم يفوتوا على الحارة وهن لابسين مثلنا. أفهمكم؟ إيش؟ بالعقيد. لا شو جابك له؟ شو جابني له؟ ولو يا عقيد أنا هون. لازم تفهموا شغلي، هاي العملية سويناها لحتى عناصرنا يرجعوا سالمين. عناصر جاهزين سيدي. بخفة درسن تبدأ العملية. أمرك. يلا بابا شو ما حدا يحس عليكم. يلا إنسان زقرت بس الله يهديه وتوب عليه من عمايله. تبت مولانا تبت، حتى إنه آخر حبسة كانت بس 3 سنين وسلطة كانت ظلم بظلم، بس الله ما بيحكى فيها. إيه نبس، شلون عرفت قصة الأنوات اللي عم نفوت منها لحارة الضباع؟ معناتها كنت عم تراقبنا وبتعرف كل شيء عنا. بسيطة، حسابك بعدين، خلينا بمصابنا هلأ. إيش يا أخي، في شغلة ما عم فوت بقالي بنوب. شلون يعني هيك بدنا نفوتوا بالقوة على الحارة؟ عينك كنت عينك ولك لقي وستين لقي، وهالشي هذا ما رح يصير بنوب. اطمن ابو النار، الشباب ما رح يقصروا. مين؟ انا رياض شيخي. فوت رياض. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي مش الحال، لقطناهم لما فاتوا على الحارة. بس في شغلة لازم تعرفوها، الفرنساوي كان شين ابو ممدوح رهينة ببيته. يا باطل يا باطل. والعمل شيخي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. تأخروا كتير. مزبوط سيدي تأخروا، بس الغريب انه ما سمعنا صوت الباص. هذا يعني في 2 احتمال، يا اما نجحوا بالعملية وما انتهيت، يا بيكون وقت فرح. عناصركم اللي بعتوهن على الحارة عنا، إذا بكن ياهن يرجعوا سالمين تبعتوا أبو ممدوح وبتتراجعوا لحارة المسكين، ولا بيرجعوا لكم قتلة. معكم 5 دقايق وبس. سمعت سيدي؟ سبستو كشو خنازير. ابو النار خود جماعتك وتوكلوا على الله. شو الحكي شيخي؟ ما راح نروح من هون قبل ما نطمن على الشباب ونشوف شو صار معهم. بإذن الله ما راح يصير لك الخير، ولا تنسى انه ابو صياح وابو حسن وايش الرجال عم ينتظروكم برا، واذا طولتوا اكثر من هيك راح ياكلوا همكم. وبركه للشباب اعتزونا مشان المعركه. شلون بدنا نروح؟ لا تاكل هم، عندنا شباب وسلاح بكفوا. انت خذ رجالك وتوكلوا على الله. انا رايي من راي الشيخ عبد العليم، نحن مهمتنا انتهت ابو النار، هلا ما بدنا نلبك الشباب فينا. ماشي، قوم ابو الحكام، قوم ابو عبد الخليل تيسر. يلا وانا كمان بدي اروح معكم. ايه ابني ايه، انت رافق ابو النار بس الله يرضى عليك، ما بدي مشاكل. انت اول واحد بدك تطلع معنا. ايه شيخي، خبر لابو حاتم انه معتز برق الدواء عند الازازي، واذا الله راد بكره بيكون عمكن هون والدواء كله معه ان شاء الله. شرفوا لشوف. ابو ممدوح معنا، اتركوا عناصرنا وخذوه.
تتركوا ابو ممدوح بحال سبيله ونسلمكم اثنين من عناصركم، بتتركوا الباب مفتوح وبترجعوا لحارة المسكي، منسلمكم اثنين التانيين، غير هالحكي ما عنا. موافقين حر العنصر لنترك ابو ممدوح. وين العنصر الثاني؟ بيت امان يا بي، العسكر صاروا على الشنب الثاني عم يستنوا على عناصرهم. مين هدول الناس؟ هدول عاملين بخت بالقاب، هدول شياطين. سيدي هدول ناس مو سهلين ابدا ومو بسهوله بيستسلموا. هدول راح يستسلموا. Je vais les mettre en déroute. وهذا وعد مني. يا توريرا. نبهت على الشباب يعملوا حيط بدال الباب اللي بينفذ على حارة المسكي. وفي كم شب حطيتهم على الاسطيح حراسة من بعد امرك. انت اعمل اللي بتلاقيه مناسب يا ابو حاتم. انتوا فضلتوا على راسي، كتر خيركم، لولاكم كنت بكون ميت هلا. الحمد لله على سلامتك ابو ممدوح، المهم ان قضيت على خير. ابي عملت زينة العقل اللي بعدت عيال عن البيت. الحمد لله. ايوة. هذا فضل من الله. الحمد لله. يلا بشير. يلا يلا يا رب.